بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحه الى حضره نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والى جميع ازواجه واهل بيته وذريته وصحابته والتابعين ثم الى صاحب هذا المولى الشريف الامام عبد الرحمن الدبعي ان الله يتغشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنه والى حضره نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغ الوسيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي خص بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا. صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد، يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد، يا ربي تغشانا بنوره. صل على محمد، يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد، يا ربي يا ربي صل على محمد، يا رب أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد، يا رب وارزقنا الشهادة. صل على محمد، يا ربي اطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي واصل كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد، يا ربي نختم بالمشفع. صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانع السالب عالم الكائن والبائن والزائن والذاهب يسبح الآفل والمائل والطالب والغارب ويوعد الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع الحكم والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج صلب وترائب لا إله إلا الله كريم البساطة لخلقه بساطة كرمه والواهب ننزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب تائبنا إلى الله هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت القدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه وعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار زول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نور قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم سلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو آدم عليه السلام قال آدم به أنيل وعلى المراتب قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجة على عبار الأصنام والكواكب قيل هو موسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالعاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته هلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتقار ونشرت على رأس العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقول جده ثم عمه شقيق أبو طالب اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تزيله الغمامة تطيعه السعائب فجري جبين ليليه الذوائب ألفي الأنف ميمي والفم نوني الحاجب سمعه سيسمع صرير القلم بصره يسب انطباق ساقب قدمه قبلهم البعير فأزلا ما اشتكاه من المهن والنوائب آمن بالضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبه الأحجار وعنى إليه الجس وعنين عزين النادب يده تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه ولا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى خابق حسين كنت له عن النبي ما والمخاتم اللهم وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربته طيبة منه بأشرف قال تعال إلهي أرواه المحبين أقدامي والنجائب اللهم صل وسلم
صلاة الله ما لاحك واكب على أحمد خير من ركب النجاي صلاة الله ما لاحك واكب على أحمد خير من ركب النجاي هدى هادي سرى باسم العباء فهذا صبر عطى فركائي ألم ترها وقد مدت خطاها وسلامي مدى مياه سعائي وما لت لي لما قرب وعنا إلى تلك المعالم والملاعي فدع جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للعي جازي فإن طربا كما هاما وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا العجيب بدا وهازم بباب الحي والمضاري وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نور يجل الغياي وقد صاع الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب فقل للنفس دونك وانت مالي فما دون الحبيب اليوم آجي تملي بالحبيب بكل قصد فقد حصل الهنا والضد غائي نبي الله خير له أعلى المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناجي فلو أن سعينا كل إن على الأهداك لا فوق النجاة ولو أن عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحاب طورا جميعهم وعثرته الأطايب خير من ركب النجاة اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فسبحانه من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب أحمده على ما منها من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائل الأعاجم والأعارب
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قارئهما يوم القيامة غيرها. الله بارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد في نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أو هدي علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كان نورا بين يدي الله عز وجل عن قبل أن يخلق آدم بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك نورا في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاه قط صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأهبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختم ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتاته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه ويكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة وغرهاء وزينا الجنة بغير حساب الله وثلث يأتون بذنوب وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة ذهبوا فزنوهم فيقولون ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيقول الله حق وعزتي وجلالي، لجعلت من أخلص لي بشهادتك من كذب بي، أدخلهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر مهدهك قاصر ولو جاء ببذل المجهود، وواصفك عاجز من عن حصر ما هويت من خصال الكرم والجود. الكون إشارة وأنت المقصود، يا أشرف من نال المقام المحمود، وجاءت رسل من حولك بالرفعة والعلا لك أجران. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب، حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب، المخصوص بأشرف ألقاب، الراقي إلى حضرة الملك الوهاب، حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن عوان ظهور شمس الرسالة في السماء الجلالة، خرج مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتحاني والبشارات، فإن النور المصون وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء، أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا، أملأه به الكون نورا، وأقبله يتيما، وأطاهره وأهل بيتي تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاحتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي حيبة ووقارا، وابتلأت السماوات أنوارا، ودجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، ولما اشتد بحلطق بإذن ربه الخلق، ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على أشرق الكون بضياءً
السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله بك إن بك نسعى وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولد صلى الله عليه وسلم مخطونا بيد العناية، مكحولا بكل حداية، فأشرق ببهائه الفضاء، وتلألأ الكون من نوره وأضاء، ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كمن دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط شرافات، ورمي الشياطين من السماء بالشهوب المحرقات، ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطانته ذليل خاضع، بما تعلق من سنه النور الصادق وأشرق من بهاء ضياء اللامع، حتى أورد على المراد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلى من يكفل هذه الدرة اليتيمة التي لا توجد لها قيمة؟ قالت الطيور نحن نكفل ونغتنم حمته العظيمة، قالت الوحوش نحن أولى بذلك لكي ننال شرفه وتعظيما. قيل يا معشر الأمم اسكنوا، فإن الله قد حكم في سابق حكمته القديمة بأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رضيعا لهليمة الحليمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أعرض عنه مراضي الإنس لما سبك في طي الغيب من السعادة لحليمة بنت أبي زهيب، فلما وقع نظرها عليه بادرت مسرعة إليه ووضعته في حجرها وضمته إلى صدرها، فحش لها متبسمة، فخرج من صغره نور لاحك بالسماء، فحملته إلى رحلها وارتحلت به إلى أهلها. ولما وصلت به إلى مقامها عاينت بركته حتى على أغنامها، وكانت كل يوم ترى منه برهانا وترفع له قدرا وشعنا، حتى اندرج في حلة لطف والآمان، ودخل بين إخواته محاسبيان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم ذات يوم نائم عن الأوطان، إقبل عليه ثلاثة نفر كأن وجوههم الشمس والقمر، فانطلق صبيان هربا، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا، فأجعوه على الأرض إذ جاء حفيفا، وسق بطنه سقا لطيفا، ثم أخرجوا قلبة السيد ولد أدنان، وتره بالسكين إحسان، ونزعوا منه هذا الشيطان، وملأوا بالحلم والعلم واليقين ورضوان، وعادوا إلى مكان مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم سويا كما كان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقالت الملائكة يا حبيب الرحمن، لو علمت ما يراد بك من الخير لعرفت قدر منزلتك على الغيب، وددت فرحا وسرورا وبهجة ونورا. يا محمد أبشر، فقد نشرت في الكائنات أعلم علومك، وتباشرت المخلوقات بقدومك، ولم يبق
ولم يبق سعي أم ما خلق الله تعالى إلا جاء لأمرك طايعة ولمقالتك سامعة فسيأتيك البعير بزمامك يستجير والدب والغدالة يشهداني لك بالرسالة والسجر والقمر والزين ينتقون بنبوتك عن قريب ومركبك البراق إلى جمالك مستق وجبريل ساوس مملكتك قد أعلن بذكرك في الآفاق والقمر مأمور لك بالانسقاق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وكل من في الكون متشورك لظهورك منتظر لإشراق نورك وبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم منصت لسماء تلك الأسباب ووجده متهلل كنور السبا إذا قبلت أليمة مؤلنة بالسياب يقول وغريبة فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب بل أنت من الله قريب وأنت له صفي وحبيب قالت أليمة ووحيدة فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد بل أنت صاحب تأييد وأنيسك الحميد المجيد وإهوانك إهوانك من الملائكة وأهل التوحيد قالت أليمة ويتيمة وقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فلما رآه حليمة سالما من الأحوال رجعت به مسرورة إلى الأطلال ثم قصت حبره على بعض الكهان وعادت عليه ما تم من أمره وما كان وقال له الكاهن يا ابن زمزم والمقام والركن والبيت الحرام أفي اليقظة رأيت هذا الأم في المنام وقال بل وحرمة مالك العلام شاهدتهم كفاحا لا أشك في ذلك ولا أدام وقاله الكاهن أبشر أيها الغلام فأنت صاحب العلام ونبوتك للأنبياء كفل وختام عليك ينزل جبريل وعلى بساط القدر يخاطبك الجليل ومن ذا الذي يحسر ما هويت من التفضيل وأنبت وصفي معناك يغزر لسان المهدي المطير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلق القرآن والشيمات الغفران ينصه للإنسان ويقصه في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه فإذا ضيع حق الله لم يكن أحد لغضبه من رأه بديهة هابه وإذا دعاه المسكين أجابه يقول الحق ولو كان مرا ولا يثمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قطعة كمر وإذا كلم الناس فكأنما يجن من كلام أهل سمر وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدور يسقط من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس
الخلق يغيبه في أي أيام وإن تغيب ويجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابي فكأنه القمر بين النجوم الزهور وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نور في أواني الظهور وكان صلى الله عليه وسلم أجودا بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعض واسي فيما رأيت من زيلة لمة سوداء في حلة عمراء أسنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وقيل لبعضهم كأن وجهه القمر فقال بل أضوأ من القمر إذا لم يحل دونه الغمام قد غشيه الجلال وانتهى إليه الكمال قال بعض واسفي ما رأيت قبله ولا بعده مثلا فيعجز لسان البليغ إذا أراد أن يوصي فضلا فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمعالي الأسنى وأسرى به إلى قاب قوسين أو أدنى وأيده بالمعجزات التي لا تحصى وأوفاه من خصال الكمال ما يجل أن يستقصى وأعطاه خمسا لم يعطهن أحدا قبلا وأتاه دوام الكلم فلم يدرك أحد فضلا وكان له في كل مقام مقال ولكل كمال منه كمال لا يعور في سؤال ولا يجول لسانه إلا في صواب اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وعرب عن فضائل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا بدرة من هذا كل كمالي لا يعبر عنه أنت الذي أشرقت في أفق العلا وبك استنار الكون يا عالم الهدى صلى عليك الله ربي دائما وعلى جميع الآل والأصحاب من ولا بكمالي اللهم صل وسلم عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهاجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشون غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته وهنا متمسكين بسنته وطاعته وعمنا اللهم على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائك فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سينا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أهدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله معناهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا صرنا من أصحاب القبور
وافقنا لعمل صالح يبكى سداه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واهنا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخزولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر اللهم اكفنا شر الظلم والظالمين. اللهم اكفنا شر الظلم واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسكنا من هوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نسمع بعدها أبدا وشون تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشائخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا خير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات. إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله بكم تقبل يا كريم.